عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا في قرية سول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ويأتي ذلك ضمن الجولات الانتخابية للحملة لعقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح وعرضه على الناخبين. أنا راجل ليا تاريخ سياسي بعتز بيه، أنا مش بدعي أن أنا معارض، أنا مش داخل في مسرحية بلعب فيها دور معارض، أنا بقالي الحمد لله تقريباً 50 سنة بأعارض. قدامنا طريق آمن وسلمي للتغيير، إيه الطريق ده؟ الطريق ده هو إن إحنا نروح صندوق الانتخاب، أنا ما بقولش للناس انزلوا مظاهرة عشان تغيروا، ده كلام فيه مخاطر، ما أنت هتنزل مظاهرة عشان تتغير، في احتمال يحصل مواجهة مع الأمن، في احتمال يحصل مشكلة، في احتمال تحصل مصيبة، لا، أنا بقول لك انزل بينك وبين الصندوق واعمل خيار للتغيير. هذا الطريق هو الطريق الآمن السلمي اللي ممكن يؤدي إلى تغيير. شاركونا مع الحلم في التغيير، فمع التغيير هو أمل للغد، هو مستقبل أفضل، بل هو مستقبل جديد لمصر، فكر جديد وحلم وأمل سطرناه بعقول أبناء مصر المخلصين. إحنا عايزين نغير حاجة تانية اسمها رؤية. رؤية يعني ايه ببساطة كده؟ لما نقول فلان ده عنده رؤية، ايه رؤيته؟ يعني بيعرف يرتب اولوياته. يعني المئة قرش هناكل الاول، وهندفع ايجار البيت والمية والكهرباء، وهنعلم ولادنا، ولما يتبقى فلوس هنجيب هدمة، ولما يتبقى فلوس هنوضب البيت. ولو بقينا اغلبية بالرئيس ونواب نقدر نتكلم بصوت الشعب اللي هو انتو، مش صوت اي حد مش فاهم ومش عايش العيشه اللي احنا عايشينها. شايف اول ما قلت العمدان كتير هزوا راسه، ما انا عارف، لكن للاسف الشديد لما يبقى الاغلبيه شبه حضراتكم شبهنا شبه الاستاذ فريد نقدر نتكلم ساعتها بطريقه تانيه.